بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الذي يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى، برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون. الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بداية، سيدي يا رسول الله، إني محب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحنينها وغرامها وهيامها بمحمد، يا عاثري يا عاثري، لو ذقت يوما حبه وغرامه حقا لكنت مساعدي. فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا، اللهم آمين يا رب العالمين. بداية، مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة الخاصة نتحدث فيها عن الرحمة الرحيمة، وقبل ما أتحدث عن الرحمة الرحيمة أهنئ وأبارك أخي وشيخي وحبيبي فضيلة مولانا الشيخ يسري عزام لتكريمه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، فقد كرم فضيلة مولانا الشيخ يسري من فخامة الرئيس بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لإسهامه في المعرفة وفي الدين وفي العلوم أجمعين. سيدنا الشيخ يسري حفظه الله ورعاه، لماذا؟ هو حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين يعشقون رسول الله، لكل قلب إذا ما أحب أسرار، ولكل حب لغير الله ينهار، لكل قلب إذا ما أحب أسرار، وكل حب لغير الله ينهار. فسيدنا الشيخ يسري حبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحبيب آل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأمنا الغالية تدعو له، ودعوات الصالحين له، وهو دائما وأبدا رجل كريم. نعم، أنا شهادتي قد تكون فيه مجروحة لأن هو حبيبي وأخي وشيخي، لكن فعلا يستحق هذا. ليه؟ سيدنا الشيخ يسري لماذا يستحق؟ أولا، هو إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي. سيدنا الشيخ يسري حفظه الله ورعاه مبعوث وزارة الأوقاف 8 سنوات إلى دولة الإمارات، وقبل فيها بلاء حسن. سيدنا الشيخ يسري خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، البرنامج الرئاسي. سيدنا الشيخ يسري يعني كان مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف في دولة الأردن وفي دولة الجزائر إلى غير ذلك من هذه الدول، وله المؤلفات الكثيرة، منها مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، والأربعون المدنية، والظلال الوارفة، وكذلك صاحبات الحجر، إلى غير ذلك من المؤلفات لفضيلة مولانا الشيخ يسري عزام. فهو يستحق هذا التكريم عن ثقة وعن جدارة. ما إيه رأيكم؟ تعال نشوف التكريم سيادة الرئيس لفضيلة مولانا. الشيخ يسري محمود شفيق عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
زي حضراتكم شفتم تكريم سيادة الرئيس وفخامة الرئيس حفظه الله ورعاه وفضيلة مولانا الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة مولانا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هؤلاء الأكابر يعني يكرمون فضيلة مولانا الشيخ يسري عزام، ومعنا اتصال غالي علينا من فضيلة مولانا الأستاذ الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فضيلة مولانا السلام عليكم. اهلا بيك فضيله الشيخ حازم وبالساده المشاهدين يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك فضيله مولانا. احنا النهارده مولانا يعني نبارك ونهنئ لفضيله مولانا الشيخ يسري عزام لتكريمه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، الحقيقه احنا بنهنئ الشعب المصري بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلم عليه الصلاه والسلام. كما نحيي ونشكر فخامه السيد رئيس الجمهوريه على عنايته بالساده الائمه والدعاء وخطباء المساجد ورعايته الكامله لهذا الامر، ثم نسني بذلك اختيارات وترشيحات مع الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه التي اصابت الحقيقه، وهي جميعها ليس فضيله الشيخ يسري عزام فقط، ولكن ايضا فضيله الشيخ مصطفى عبد السلام، فضيله الشيخ محمد عبد الفضيل، وكل الذي والاستاذ سيد شاهين، الحقيقه الجميع الذين كرموا في هذه الاحتفاليه بالمولد النبوي الشريف، اختيارات موفقه من معالي الدكتور وزير، ترشيحات موفقه لانها كانت تعبر عن نبض وعن واقع وزاره الاوقاف. فضيله الشيخ يسري عزام امام وخطيب ومدرس بمسجد صلاح الدين الايوبي، قيمة وقام الحقيقة، ورجل يعني عرف بالصوفية وعرف بالتصوف المعتدل ويؤدي رسالة سامية، كذلك فضيلة الشيخ مصطفى، وكذلك أصحاب الفضيلة محمد عبد الفضيل من محافظة المنيا، جميعهم يؤدون رسالة سامية، وهم من سيرة الشباب الذين قدمتهم وزارة الأوقاف هذا العام بمعيار فيه شفافية وفيه تقديم الكفاءة على اي معيار اخر. كانت في السابق تعلم جيدا انها كانت ممكن الاختيارات لا تتم بهذا المعيار، لكن معالي الدكتور الوزير يختار الكفاءات العلميه ويؤثر الشباب حتى يعطيه يعني روح التنافس، ويعطيه يعني حب وامل، ويوطن ويعمق ويجذر في نفوسهم الانتماء لهذا الوطن عندما يكرم فخامه السيد رئيس الجمهوريه الائمه والدعاة. هذه يعني تاج فوق رؤوس جميع وزارة الأوقاف، أيضا العناية والرعاية الكاملة المادية التي أولاها سيادة الرئيس من موارد وزارة الأوقاف الذاتية والزيادات التي اعتمدها مجلس الوزراء وأعلنها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة في هذا الاحتفال، الحقيقة لاقت قبول من السادة الأئمة جميعهم، وعرفوا أن الدولة ترعاهم وأنها تأخذ على أيديهم، وكما أن لك حقوق عليك واجبات، أنت تأخذ حقوقك الكاملة الآن، فعليك واجبات كاملة لابد أن تؤديها نحو الوطن ونحو دعوتك ونحو رسالة السماء التي أولاها الله عز وجل لنا، كما قال جل وعلا: حتى لا نتولى وحتى لا نعرض عن هذه الرسالة، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نتمنى أن نكون عند حسن ظن الله فينا، ثم ظن القيادة السياسية فينا، ثم عند رؤية معالي وزير الأوقاف محمد الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة لترشيحه للجميع. وأقول لك العاقبة عندكم يا فضيلة الشيخ حازم. الله يخليك فضيلة مولانا، إن شاء الله في الأعوام القادمة يكون لك حظ أوفر ولك نصيب. الله يبارك فيك يا مولانا. المجتهدين الذين يقدمون الدعوة في أبهى صورة عبر وسائل الإعلام وعبر منابر جمهورية مصر العربية. متشكرين فضيلة مولانا، شكرا لفضيلتك يا مولانا على هذه المداخلة العظيمة، هذه المداخلة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فضيلتك. فضيلة مولانا، هو تكريم فضيلة الشيخ يسري وتكريم لي حقا، وتكريم زملائي وتكريم لي حقا حقيقي والله، واختيارات معالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وترشيحاته هي في عين الصواب، وحقيقة هو يسير بمعيار يعني فيه من الرؤية الثاقبة وفيه من المصداقية الثاقبة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وزارة الأوقاف. لكن فضيلة مولانا الشيخ يسري حبيبي وأخي وشيخي وصديقي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وتكريمه، والله والله
هو تكريم لي وفخر لنا جميعا. نسأل الله أن يبارك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي عنا رسول الله، فهو حبيب آل بيت سيدنا رسول الله. وأقول له في حب أهل البيت ذوبنا الهوى، والناس تحسدنا على هذا الجوى، من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو. أنفيسة العلم الغزير تحية تهدى إليك، فأنت حقا طاهرة من نسل طه المصطفى، جئت لنا لتضاء منك سماؤنا والقاهرة، فحقا تكريم صدف أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا، وألف ألف مليون مبروك. ومشاهدي الكرام وكل العاملين في قناة المحور بيباركون ويهنئون لفضيلة مولانا الشيخ يسر عزام حفظه الله ورعاه. النهاردة هنتكلم عن مين؟ عن الرحمة الرحيمة. يعني إيه الرحمة الرحيمة؟ كتير يسأل يعني إيه الرحمة الرحيمة؟ أقول في ليلة ميمونة معهودة أشرق الصبح فيها على صباح جميل أشرق، ذلكم اليوم الذي أخرج فيه ربنا من مكنون غيبه خير البريات، وسيد السادات أوجده حيث أوجده، وخلقه وآدم منجدل في طينته، فكان أول المخلوقات وسيد السادات وخير البريات، جاء النور الأثنى والفيض الباقي، فقال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسيدنا صلى الله على حضرته وآله ليس رحمة لمن عايشه أو لمن جاء في عصره، لا والله، وإنما هو رحمة لمن عايشه ولمن جاء في عصره، للإنس وللجن، لجميع المخلوقات، شهد له ربه فقال ربنا والله يشهد إنك لرسوله، وشهدت له الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فربنا قال لسيد السادات وخير البريات الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة، ساحة الحق القائمة، راية الشفاعة الدائمة، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، الإمام المعتمد والسيد السند، قال ربنا وما أرسلناك. أنا عاوز أقف دقيقة واحدة كده بعد ما تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في شهر مولد سيد السادات وخير البريات، ربنا قال وما أرسلناك، وفي آية أخرى إنا أرسلناك. المخاطب من؟ رسول الله، والمخاطب من؟ ربه. فلما جاء الجمع هنا مكترنا، فجاء الفعل هنا بالفعل في قوله وما أرسلناك، كان الساق يأتي وما أرسلتك، لماذا قال له أو أنا أرسلتك، إنما جاء الفعل هنا وما أرسلناك، حصر وقصر. أتدرون لماذا؟ لأن الله جمع مجموعة من الصفات ليخلق خير البريات. الله جمع مجموعة من الصفات، صفة العلم والإرادة، ربنا جمع مجموعة من الصفات والرحمة، جمع مجموعة من الصفات ليخرج منها خير البريات. ويؤيد هذا القول قول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرؤوف هو من؟ الله. والرحيم هو من؟ الله. الله أعطاه صفتين من صفاته، الرأفة لله والرحمة لله. فربنا جمع مجموعة من الصفات ليخرج منها خير البريات وليخلق خير البريات صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا النور لهذه الأمة، فجاء الرحمة الرحيمة، جاءت رحمة الرحمن الرحيمة ومنة الوهاب العظيمة، جاءت لهذه الدنيا. ربنا
خلقه وآدم منجدل في طينته، وفي رواية وآدم بين الطين والماء، الله خلق رسوله الكريم صلى الله على حضرته وآله، ومن رحمته صلى الله على حضرته عليه الصلاة والسلام، من رحمته أنه فينا نلجأ إليه، نتوسل به لمكانته عند ربنا، يشفع لنا، يحنو علينا، يبكي شوقا لأمته، يكون شهيدا على أمته. من رحمته أنه فينا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، أين قبور الأنبياء الآن؟ مبهمة، حدش عرف. لو سألت فين قبر سيدنا إبراهيم، قبر سيدنا إسماعيل، سألت فين قبر سيدنا كذا، قبر سيدنا هود، سألت قبر سيدنا صالح، مبهمة. وربما قبور الناس أيضا يأتي جيل ورا جيل ورا جيل مش عارف. إنما لو قلت فين قبر سيد السادات وخير البريات القاصي والداني، يعرف، لك في المدينة المنورة، هو ده قبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مصداق لقوله واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لقوله فيما أخرجه العلامة البزار بأسانيد صحيحة: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيتها خيرا دعوت الله لكم، وإن رأيتها غير ذلك. انظروا للأدب المحمدي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيتها غير ذلك دعوت لكم، وفي رواية استغفرت لكم. وهذا مصداق لقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. كاف الخطاب كاف حياة لسيدنا صلى الله عليه وسلم، كاف حياة لسيدنا صلى الله على حضرته. جاءوك فاستغفروا الله، هل يغفر الله لهم؟ لا، واستغفر لهم الرسول. لو وجدوا الله تائبا؟ لا، توابا رحيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وهل يشهد الميت على أمر لم يره؟ أيها السادة، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله على حضرته وآله، الله اصطفاه وآدم منجدل في طينته. يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ لا والله. فاصل ونواصل فانتظرونا. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل الفاصل كنت أتحدث عن الرحمة الرحيمة، وما زلت وسأظل أتحدث عن الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة. نتحدث حول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رحمته أنه فينا صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته أنه يبكي حنينا وشفقة لأمته صلى الله عليه وسلم. حبيبنا يبكي ذات يوم فيتنزل جبريل الأمين، كما أخرج الشيخان ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن سيد السادات صلى الله عليه وسلم ظل يبكي ذات يوم، فأرسل ربنا الأمين جبريل الأمين أرسله لسيدنا صلى الله عليه وسلم إلى أمين الأرض والسماوات، قال له: يا رسول الله، والله أعلم ما يبكيك، لكن هذا بيان لنا. شوف انتوا غاليين عن سيدنا النبي قد ايه. وذلك لبعض الصبية يقولون أن الاحتفال والاحتفاء، نعم يا سيدي، نحتفل بسيدنا رسول الله أن نقتدي به، لا خلاف على هذا، لكن هو صلى الله عليه وسلم احتفل، ربنا احتفل بميلاد سيدنا قبل أن يخلق سيدنا بألفي سنة، وذكرت ذلك وفرضته في حلقة سابقة. فسيدنا صلى الله عليه وسلم ظل يبكي بكاء شديدا، فجبريل قال له: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: أمتي أمتي. فأوحى الله إليه: إنا سنرضيك
في أمتك ولن نغزيك أبدا. من رحمته صلى الله عليه وسلم أننا نتوسل به لمكانته عند ربنا، نتوسل بسيدنا صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربنا صلى الله على حضرته وآله. حينما نسأل الله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب لا شيء فيه، ليس كما يدعي بعض الذين يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يعرفون إلا قشورا أو قرأوا يعني كتيبات معينة لأشخاص معينة يحرمون كل شيء. ده في سنة من السنوات حرموا، في سنة من السنوات حرموا الفاكهة، والله حرموا الموز وحرموا التفاح وحرموا كذا. ألم يقرأوا في القرآن الكريم عن هذه الفواكه؟ لا لم يقرأوا، إنما قرأوا وأيدوا يعني كتب لبعض الذين يعني يملون عليهم ويصدقونهم. نسأل الله لهم الهداية، اللهم أمين يا رب العالمين، ولنا الهداية، اللهم أمين يا رب العالمين. خليكم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف هو فعلا لو سألنا ربنا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يستجيب لنا؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويجيب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع ويجيب لكل واحد من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا يقول فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن سيد الوجود، من رواية سيدنا أبي هريرة، أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة شهداء أحد، وصف الصحابة ثم صلى صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة المنورة صلى الله على ساكنها، ثم صعد على المنبر ثم قال: يا أيها الناس أشهد الله أن هؤلاء شهداء، وأنه إذا سلم عليهم رد السلام. طب إذا كان الشهداء يسمعون ويردون فما بالكم بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بسيد السادات؟ ما بالكم فيما أخرجه العلامة الدارقطني بأسانيد صحيحة من صحة زيارة سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول لك: يا عم ماشي، بس ما فيش في الأحاديث ده أحاديث يدل على التوسل بسيدنا رسول الله أو أن نسأل الله بسيدنا رسول الله. أقول معنا أدلة. أخرج الإمام الترمذي وابن حبان وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية سيدنا عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا جاء لسيدنا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، سل الله لي أن يرد علي بصري. قال له: إن شئت صبرت على عمك، وإلا سألت الله لك. قال له: سل الله لي. قال له: اذهب إلى الميضأة فتوضأ، ثم صلي ركعتين لله، ثم اقرأ سورة الإخلاص، ثم قل، أدي الشاهد أهو: اللهم إني أتوسل إليك بمحمد نبي الرحمة أن ترد إلي بصري، يا الله يا نبي الرحمة سل الله لي. يقول عثمان بن حنيف: فدخل هذا الرجل كأن لم يصبه شيء بدعوة سيدنا رسول الله. معنا اتصال. الحاج أمينة، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حاج أمينة، ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة. طيب والصحة والسلامة، عاملة ايه؟ ألف مبروك للشيخ يسري. الله يبارك فيك ويحفظك ويديك الصحة والعافية. وقال يا رب لما تاخدها انت كمان بإذن الله. ما أنا خدتها والله، هو أنا والله العظيم. أنا عايز رقم تليفون حضرتك لو سمحت. أنا حاضر، خديه من الكنترول تحت أمر سيادتك. هم هيسمحوا لي يعني؟ هيسمحوا لك يا فندم تحت أمر سيادتك. الله يكرمك، الله يكرمك. أنا بشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه التهنئة، بشكرك جدا يا فندم. بعد كده إيه؟ نعم يا فندم. حاضر يا فندم، متشكرين. أم عمرو، السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيبتي. عليكم السلام، كل سنة وحضرتك طيبة. وشكرا لأسرة القناة كلها. الله يخليك. بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا سمعت في أحد الشيوخ في أحد البرامج الدينية بيقول إن 12 ربيع الأول دوت اللي هو ذكرى مولد اللي إحنا كنا عارفينه كله، ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حضرتك بيقول إن هو ده ذكرى وفاته مش ذكرى مولده، لكن هو اتولد في عام الفيل وكان لم يتحدد المولد الحقيقي يعني أو اليوم الحقيقي، فالكلام ده صح ولا غلط؟ حاضر. هجاوب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. ألو؟ أيوه سامعك، اتفضلي. أيوة. قصص الأنبياء حضرتك اللي هو المسمى بالعرائس. الإيه يا فندم؟ قصص الأنبياء، كتاب قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. تمام. في حضرتك لابن كثير وفي للثعلبي، إحنا عايز أعرف أني فيهم واحد أحسن عشان من ناحية الصياغة والكلام يبقى مفهوم.
الواحد يجيب أني أنا هقول لك اقرأي في قصص القرآن وهتستنبطي من قصص القرآن لشيخ عبد الوهاب النجار، ده كتاب يعني قيم جدا جدا، اقرأي فيه وستجدي فيه يعني ما يسر القلب ويشرح الصدر إن شاء الله. قصص القرآن للشيخ عبد الوهاب النجار، كتاب يعني عظيم في غاية الدقة والبيان، وأسلوب سهل وميسر. وقصص الأنبياء برضو سيدنا مولانا الشيخ الشعراوي رضي الله تعالى عنه، وكتير يعني أنا بس الأسلوب المبسط اللي يمشي مع سادة المشاهدين. طيب بتكلمي برضو في خلاف سيدنا النبي، أي نعم ولد في عام الفيل صلى الله على حضرته وآله، وخلاف ضرب بين السادة هل هو في يعني في 12 أو قبل أو بعد إلى غير ذلك، لكن استقر الأمر على أنه 12 ربيع عام 570 صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فولد في يوم الاثنين وهجرته في يوم الاثنين وتوفي في يوم الاثنين، ولد في ربيع وهجرته في ربيع صلى الله على حضرته وآله وتوفي في ربيع صلى الله على حضرته وآله إلى غير ذلك، فده التاريخ اللي استقر عليه أهل السير وأهل التحقيق يا أستاذة أم عمر، ولا نسمع لغير ذلك صلى الله على حضرته وآله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وصدق شوقي في هذا لما قال ولد الهدى. عارف ليه الهدى ما كانش ولد أصلا؟ لما اتولد سيدنا النبي جاء الهدى، يعني كانت عبارات موفقة من شوقي. شوقي أبشركم يعني لشاعرنا العظيم أحمد شوقي رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، رآه يعني رأى في المنام شيخ الأزهر أنذاك الظواهري رضي الله تعالى عنه، شيخ الأزهر رأى رسول الله في المنام، قال له أبلغ شوقي أني في انتظاره، قال له لما يا رسول الله؟ قال له لأنه قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة يوما ذو مقام إذا لم يتخذك له كتابة، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتزت السحابة. فاللهم صل على سيدنا رسول الله. أم وليد الغالية، السلام عليكم يا حبيبي. زيك يا بركة، عامل إيه؟ الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب وبصحة جيدة يا ابني، كل سنة طيب يا رب، والصحة والسلام، والأمة المسلمة كلها بخير وبسعادة يا رب. الله يبارك فيك ويحفظك وربنا يصلح حالك يا رب. اللهم آمين، معك دنيا وآخرة. اللهم آمين، وإياك ويوعدك بالخلف الصالح. اللهم آمين، وإياك والسامعين والحاضرين وما علمنا ولم نعلم. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ادع لنا يا فضيلة الشيخ، ادع لنا. من يدعو لمن؟ انتوا اهل الصلاح واهل التقوى. ده انت يا ست هقول لك على حاجه، انت بركه والله، بس انا مش عايز اقول، انت اللي بشرتني بالحج وانت اللي بشرتني بحاجات كتير يا رب. الحمد لله، ربنا يبارك فيك ومنوره دايما كده نحمد الله، وما ننحرمش من صوتك الجميل والله. الله يديك الصحه يا رب. وبنشكرك برضو على مباركتك لمولانا الشيخ خسرو، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا ستي. اللهم امين، ربنا يبارك فيك. اموريني الامر لله حبيبي، الامر لله، ما يامرش عليك ظالم. الله يسترك. هو يعني سؤال مش عارفة إذا كان يعني ممكن برضو يعني من حق إن أنا أسأله ولا أتجاوز في السؤال بتاعه. من حقك تقولي كل حاجة اللي أنت عاوزاها وأنا خدام. لا يعني أقصد يبقى حرام علي أن أنا أقوله. قولي وأنا أقول. يعني اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على حضرتك. بالنسبة في سورة البقرة الآية 260 تقريبا، فيها وفي آية قبل منها كمان بتقول يعني إيه؟ بتقول إن الأنبياء يعني من الأنبياء اللي كلمهم ربنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. سيدنا موسى. أيوة تلك الرسل، ربع تلك الرسل. أيوة طيب، ما هو سيدنا إبراهيم مش يعتبر برضو كلم ربنا سبحانه وتعالى؟ أقول لك وهوضح لك كل حاجة. لما قال له حكاية الطير وهات الأربعة طيور واذبحهم وكده. حاضر عينيا، معلش يمكن أنا مش قادر أوضح. أنا هقول لك اللي أنت عاوزاه كله. الله يسترها. أنا هقول لك على حاجة، هسيب الحلقة دي وأتكلم في اللي أنت عاوزاه. بركة. حاضر، هنكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى غدا يعني لضيق الوقت، ومخرجنا جميل استاذ سعيد بيقول لنا الوقت خلاص يعني اوشك على الانتهاء، ثلاث دقائق ماشي مش هيقضوا. عم سعيد حاضر. طيب ام والدي الغالي ربنا يبارك فيها ويحفظها، بتقول يا مولانا ربنا يقول في القران تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله الى غير ذلك الى اخره من هذه الايه المباركه. الله تبارك وتعالى يبين ان الله سبحانه وتعالى يخلق جل في علاه
فضلوا بعض النبيين على بعض، وبعض الأشهر على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض السنين على بعض، وبعض الليالي على بعض. فربنا خلق الأشهر وفضل منها أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أدي واحد. وخلق الليالي وجعل منها الليالي العشر والفجر وليال عشر، وخلق أيضا الأيام وجعل منها ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. كذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الأنبياء وفضل بعض الأنبياء على بعض. وخلي بالكم التفضيل هنا أيها السادة، كما قال ربنا في القرآن: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، إلى غير ذلك، إلى آخره، يعني إلى آخر الآية. فربنا سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين هنا، الزيادة هنا لتحمل المشقة والأذى. يعني سيدنا موسى لقي أذى كبيرا من قومه، كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أذى كبير. سيدنا إبراهيم كلم ربنا، أي نعم كلم ربنا، وسيدنا موسى كلم ربنا، كلم سيدنا موسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليم. طيب يا مولانا، ما ربنا قال لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم قال لربنا: ربي أرني أنظر إليك. عفوا، ده سيدنا موسى. سيدنا إبراهيم قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال بلى. الآية دي هنقف عندها سيدنا عشان نوضح اللبس اللي فيها، بس بعد ما نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم يعلم ويعرف وعنده الدليل، إذا كان هو اللي قال لنمروز: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ألهمه، وكأنه يعني في العلم بتاعنا ألهمه الأمر السهل لما قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، هجيب واحد محكوم عليه بالإعدام وخلاص هشيله بالإعدام من عليه، يبقى أنا كده أحييته بعد ما كان هيموت. فهو اداله الطعم اللي زي ما احنا بنقول كده الطعم، خده للحته الكبيره، بقى اداله حته صغيره، القمه حته صغيره لياخذها للامر الاكبر. ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، او كالذي مر على قريه وهي خاويه، الى غير ذلك. فسيدنا ابراهيم بيقول لربنا: واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى. شوف القوه بتاع سيدنا ابراهيم واليقين في الله، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هو عاوز سيدنا ابراهيم اقرار للامه اللي جايه: خلي بالكم انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ده هو الذي انقذني من النار، وهو الذي الى غير ذلك من نعم الله على سيدنا ابراهيم، لكن يريد اقرارا وبيانا عملي لهذه الامه، للامم التي ستاتي، ان الله قادر على كل شيء. وخلي بالكم ربنا اداله جزء كمان اهو، فين هوريه لكم: أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، خلوهم معاك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، قطعهم وحط كل جزء على كل جبل، ثم ادعهن. ما قالش ربنا لسيدنا إبراهيم: ثم ادعوني وأنا آمر الطير يأتون إليك، قالوا لا، ثم ادعهن. أعطاه الله جزءا من هذه القدرة لبيان، ليه؟ لكي يتبين لنا أن الله إذا رضي على عبد، وكان العبد تحول من عبد طائع إلى عبد رباني، إذا قال للشيء كن فيكون، هكذا أراد الله أن يبين لسيدنا إبراهيم وللأمة أن يكون العبد عبدا رباني. فسيدنا نعم كلم ربنا، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى كلم ربنا يا أم وليد، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل على جميع الأنبياء، ومع ذلك قال: لا تفضلوني على يونس بن متى صلى الله على حضرته. هذا تواضع من سيدنا رسول الله. وغدا نكمل الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة. اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرم. فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الإحرام الفقير من الكرم. يا رب صل على النبي مسلمة وأمدنا من نوره يا نور. يا رب صل على النبي مسلمة واجعل لنا التوفيق دوما صاحبة. وإيه رأيكم ما تيجي نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.